عايزين نشوف البروبلم هي 420، بيقول لك فيجر 23.8 اللي هو الفيجر ده. Showed a work piece clamped to a milling machine table by a bolt tied into a tension of 2000 pound force. The clamp contact is offset from the centroidal axis of the strut by distance e.1 inch shown in part B. اللي هو الفيجر ده يعني. The strut or block is steel 1 inch square. ماشي، يبقى دلوقتي ايه الاريا بتاعته 1 inch square ماشي and 4 inch long، والطول بتاعه 4 inch، يبقى مديني هنا الاريا ماشي. هنشوفها دلوقتي. الاك ديترماين ذا ماكسيمم كومبريسيف ستريس ان ذا بلوك ماشي، يبقى مديني هنا الاريا 1 inch square اللي احنا حسبناها ديت، ومديني دلوقتي ان انا معايا الطول بتاعه 4 inch long. الاك ديترماين ذا ماكسيمم كومبريسيف ستريس ان ذا بلوك. اول حاجه عايزين نشوف دلوقتي اللي هو دوت هنا 4 انش ده 1 انش، فهل دوت ثراست ولا لا؟ تعالوا نبص هنا، هنبدا نطبق على هنا نشوف ال على الكي بتاعته ونشوف هل هي اقل من القيمه دي ولا لا. لو اقل يبقى ده ايه ثراست ماشي. فتعالى هنا مثلا طبق ال على الكي 2 حسب القيمه دي، طلعت معاك 48 فصل ايه فاصلة تمانية، 48 فاصلة ايه تمانية ماشي. فطبعا هو دلوقتي عاوز حابب يحسب الكي بتاعته، الكي سكوير بتاعته، لما جه حسبها ومع حسب الاي يعني حسب الاي بتاعته وحسب الاي على ايه عشان يحسب من ان انا معايا الكي سكوير، الكي سكوير هي الاي على ايه. فلما حسبها لقى ان انا معايا في الاخر ال على الكي بتاعتي 13.9، ال على الكي بتاعتي كام اللي هو 13.9. طلع معايا ان انا ال على الكي الماكسيمم المفروض تبقى 48.8، فانا معايا في فرق كبير، الفرق اللي هو ايه اللي هو 13.9 ل 48.8. يعني لو جينا شفنا في الآلة الحاسبة يعني معايا 48.8 على 13.9 تقريبا حوالي 3.5 ضعف يعني ماشي، 3.5 الطول، 3.5 السلندرنس ريشيو يعني تمام. فهو اذا ده سترات اقدر اطبق عليه القانون بتاع السترات بشكل مباشر تمام، اللي هو فين القانون ده اللي هو القانون ده اللي هو بي على الاي في واحد زائد اي في على الكي سكوير. معايا البي، معايا الاريا، معايا واحد، تقدر تعوض، تقدر تحسب الايه الماكسيمم كومبريسيف الايه ستريس في البلوك نفسه. فلما جيت حسبت الماكسيمم كومبريسيف ستريس طلع معايا 1600 ايه بي اف اي. فهي برضو مسألة سهلة جدا ومباشرة وتعويض مباشر يعني.